بسرعه يا جماعه. ايه يا اسد جبته ازاي ده؟ دي فيها ترقيه دي. مش مهم جبته ازاي، المهم بس اجيب منه اطراف. ربنا معاك. سلام يا وحش. سلام. قولي لي معاملته ما اتغيرتش معاكي بعد ما جه وشافنا؟ بالعكس يا ماما، انا حاسبها الطف بكتير. يعني مشكله اخته دي المفروض تخليه متضايق وبيكلم كل الناس وحش، بس انا بيكلمني كويس. اهلا اهلا يا ملوك، اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا دادا. انا عايزه منها ثواني والنبي. ومال؟ اقعدوا اتكلموا على بال ما اعمل لك كوبايه شوكولاته سخنه اللي بتحبيها. لا انا مش عايزه اقعد، انا هاخد منها اتمشى بيها شويه وانت اعملي الشوكولاته عبال ما نيجي. عيوني. تعالي يا خير. في حاجه؟ هو بصراحه انا عايزاكي في موضوع كده بس خايفه تكسبي. طبعا بخصوص الموضوع اللي جيتي عشانه مكتب المحامي. على فكره انا شاطره قوي في القانون، لو عايزتي اي حاجه ممكن اساعدك. هو عشان بس مش زي ما انت فاهمه. بصي يا ستي، انا جايبه لك طقمين من عندي، واحد ما لبستوش خالص والتاني لبسته مره واحده بس وما كانش حلو عليا، بس انا متاكده انهم هيطلعوا حلوين عليكي. ربنا يكرمك، بس انا عندي حاجات كويسه الحمد لله. ما انا عارفه يا منونه، بس انت بقيتي بتشتغلي وهتحتاجي هدوم كتير. خديهم جربيهم، عجبوكي اوكي، ما عجبوكيش رجعيهم لي تاني. طب خلاص ماشي. ايوه كده حسيني مفيش فرق بيننا. قولي لي بقى عامله ايه في الشغل؟ كله تمام. صحيح هو انت مشيتي بدري ليه؟ انا طلعت ما لقيتكيش. ما اعرفش، حسيت ان هو مشغول وبصراحه ما رضيتش احرجه. قولي لي صحيح، وانت بقالك قد ايه بقى بتشتغلي هناك؟ يعني تقريبا شهر كده. شهر؟ ومبسوطه معاه؟ قوي، راجل محترم وبيعملني كويس الحمد لله. ومحامي شاطر بقى على كده؟ قوي، ما تتصوريش انا بتعلم منه قد ايه. طب بقول لك ايه، اخوات كده بينا وبين بعض قبل ما دادا تيجي. انت بتحبيه؟ لا لا لا، مش للدرجات دي خالص، يعني اعجاب بس. شويه شويه ولا كتير؟ وسط يعني، بس اعجاب بس مش اكتر. الشوكولاته. تسلم ايدك يا دادا، ربنا يخليك. روح بقى اشربها في الاوضه عشان اشرب وانام على طول. يلا تصبحي على خير. انت من اهلي. ملك. نعم يا حبيبتي. متشكره قوي بجد، مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش كده يا منونه، احنا اخوات. عظم عدوك يا باشا، فعلا جت في وقتها، انا كنت خرمانة قوي. تشكر يا باشا. العفو يا تيفا. شوف بقى يا تيفا، انت القضيه لابساك لابساك، انت راجل قديم وفاهم. فاهم يا باشا. حلو. قدامك حلين مالهمش تالت، يا اما كده تعترف وتيجي معايا دغري وتفضفض وتقول كل اللي عندك وتعيش مالك اليومين اللي انت قاعدهم معانا. ولو ما اتكلمتش هخليك تقول جايب علو حسك، وانت انت بنفسك اللي هتطلب اننا نرحلك من هنا بدري بدري على عشماوي. قتلته ليه يا ملك؟ يا باشا احنا كنا عدم المؤاخذه شغالين مع بعض. هجمين؟ لا اعوذ بالله، سرقه بالاكراه. اه وبعدين؟ ما هو ما ينفعش يا باشا عدم المؤاخذه حد يعلم عليا واسيبه عايش، انا برضه ليا اسمي وسمعتي. يعني انت قتلته عشان علم عليك؟ لا ما لحقش يعلم عليا، انا اللي عدم المؤاخذه علمت عليه زمان ايام الشقاوه في مصلحه كده. اه طب احكي لي بقى، انت علمت عليه في ايه وهو علم عليك في ايه؟ انا جاي لسعادتك في الكلام. احنا عدم المؤاخذه من يجي 15 16 سنه كده كنا قلبنا صراف في جامعه عين شمس، والقروه كانت لوز يجي نص مليون جنيه. هو عدم المؤاخذه ما عملش حاجه، انا اللي عملت كل حاجه، وانا اللي كنت جايب المصلحه من ورا واحد صاحبي، قمت فهمته ان القروه 200 باكو واديته 100. اما هو اليومين دول حب يعلم عليا في مصلحه جديده، فاكرني خبوق، فهمني ان القروه 50 وهي 200. ما تفتكرش اسم الصراف بتاع جامعه عين شمس ده ايه؟ لا يا باشا عدم المغزى، الكذب خيبه، بس هو كان اسمه كده على اسم بلد، طنطاوي محلاوي. أيوب. اسم الله عليك يا باشا، هو ده أيوب. ايه برضه كده ناقص 500 جنيه. طب حسبت الانابيب؟ حسبت الانابيب ايه؟ انت تلاقيكي طلعتي حاجه ونسيتي تقولي لي. وربنا ابدا،
انت قصك اللي بتسيبنا اجي جاي لي ضيف اجي عندي مشوار وانا بصراحه ربنا بقى بنسى. ما انا قايل لك يا ام بلوز اي حاجه تطلعيها اكتبيها في ورقه وحطي الورقه في الدرج. حاضر المره الجايه هعمل كده. هقوم بعمل لك كوبايه شاي تروق بيها دماغك واحسب كويس تاني ربنا يعطرك فيه. ماشي 2 و8 10 10 و15 25 25 فريده في يا بنتي انت عايز مننا ايه؟ يا رب ربنا انا مش عايز منكم اي حاجه غير ان اشوفكم مبسوطين. ابعد عننا واحنا نبقى كويسين من واحنا صغيرين واحنا كل ما نفرح تنكد علينا كل ما تعمل عامله تقع فوق دماغنا وتدمر لنا حياتنا وتبوظ لنا كل حاجه. انت بتعمل فينا كده ليه؟ انت اللي عايزه تشوفيني كده. انا مهما قلت لك او حلفت لك اني ما عملتش حاجه مش هتصدقي. تاني هتقولي ما عملتش؟ ما سرقتش؟ ما اتسجنتش؟ ما قابلتش طليقي وحكيت له على سجنك وعن علاقتنا بيك؟ هو اللي جالي كان جايب لي لوجي وانا نصحته ورجعت لك قلت له البنت ما تقدرش تستغنى عن امها وحكيت له عن تاريخك المشرف. سالني مجرد ان انا جاوبت قلت له ان انا بريء ده حتى لما حاول يصالحني بيكو ما رضيتش عشان ما ضايقكوش. اعمل ايه تاني؟ ولا حاجه. ما تعملش حاجه لانك ما تعرفش تعمل غير انك تاذيني وبس. انا حبيت بس اقول لك ان اكرم هينزل قصتك في كل الجرايد هيعمل منك ضحيه قدام ولادك الاشرار اللي مستعرين منك هيفضحنا بيك. عرفت انت عملت فينا ايه؟ صباح الفل يا فخامه. صباح الزفت. ايه اللي جابك يا زعافه؟ حكايه ما تستناش يا فخم. ما تتكلم ولا مستني عزومه. عشق عشق. عرفت مكانها؟ لا. امال ايه اللي جابك؟ اهدى. عرفت اللي يعرف مين؟ لا الحكايه دي فيها 500 100 جنيه. لا ده ما يجوش حق التكوسه اللي ركبتها. انا ركبت تكوسه ب 300 جنيه وكلت حواوشي ب 100 جنيه حواوشي ب 100 جنيه ده الرغيف بنص جنيه. لا ده اللحم العادي انا كلت لحم حملان 225 جنيه وانا اشتريت. انت عمر لحلح محمح لحلح فحفح لحلح. بس انا هتصرف. هو كل حاجه تيجي من ناحيتك صعبه كده؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ اكرم عايز يرجع لي وبيساومني بيك. شايف ان انت نقطة الضعف اللي عندي عايز يذلني وطول ما انت موجود في الدنيا انا هتذل. عرفت؟ عرفت ليه انا مش هقدر اسامحك؟ لان كل المصايب اللي حصلت في حياتي حصلت بسببك انت وانت كل ما غلطاتك تقدم تجري تعمل غيرها. انا مش عارفة مش عارفة قادر تعيش ازاي لغاية دلوقتي. سالك يا صبري انت لسه ما نطيتش. ما تنط يا اخويا من على السطح عشان بنتك العسل دي تستريح. دي مين يا ست انتي؟ مين دي؟ انا ام بلوزه يا مسكره، واحده من الناس الغلابه اللي معفرهم التراب وريحتهم عارق. انتي هتردحيلي؟ انا اعرفك منين؟ بس ام بلوزه بس. بس قولك ما دقته. تعتمد عليا انا راجل؟ ما عمال اتمرمط فيك من الصبح وانت ردك طري. جرايب تاني. لا يا ام بلوزه. دي الدكتوره فريده بنتي. دكتوره على نفسها. الراجل اللي واقف قصادك ده جنابه اتكاوت على ارض السجده 15 سنه ولما طلع افتكر ان انتوا الايد الحنينه اللي حطبطب عليه. انتوا عيال وحشه مش دريانين غير بروحكم. انت ست متخلفه ومش فاهمه اي حاجه. يا اختي جمال وحلو متخلفه ليه؟ فاتني الادب فاتك اكتر. فاتني العلام اللي ما يعرفش قيمه ابوه يبقى ملوش لازمه علامه. كفايه يا ام بلوزه كفايه. هقول لها كلمه واحده بس. بكره لما باري بنتك هتعمل فيكي زي ما انت بتعملي في ابوكي بالظبط. هي الدنيا سلف ودين وبيفتكريني ساعتها. حسبي السلالم تكعبلك يا مسكره. ليه كده يا ملوزه؟ ليه عملتي كده؟ ما انت لو بتفهم كنت عرفت ان مش كل الناس تيجي بالطبطبه. انت لو كنت ناولتها على بقها ساعت معلت حسها عليك ما كانش ده بقى حالها. بنتي ام بلوزه مهما حصل ما اقدرش اكرهها. غلط. احنا بنجيب العيال عشان نربيهم مش هم اللي يربونا. بلوزه كان بيجري شارع قدامه لكن يجي قصادي يوطي على ايدي يبوسها. قالت ايه دي؟ اتنين بس هما اللي ما يعرفوش يكذبوا،
المجانين والأطفال. حتى الأطفال لما بيحس إنهم كبروا شوية وخايفين من العقاب بيضطروا يكذبوا. بس أنا ما بحبش الكذب، وبشوف إن اللي بيكذب بيبقى حد ضعيف وخايف. ومين قال إن مفيش لحظة جوانا بنحس إن إحنا خايفين وضعاف؟ بس السؤال بقى، إحنا ممكن نكذب لغاية فين؟ نكذب على نفسنا مثلا؟ ما أعتقدش إن ممكن حد يكذب على نفسه إلا إذا كانت عنده مشكلة كبيرة. إحنا بنكذب على نفسنا لما بتبقى في حاجة جوانا مش قادرين نواجهها، خايفين نواجه نفسنا بالحقيقة، نتحط في موقف صعب وما نعرفش نتصرف فيه. هو حضرتك بتقولي الكلام ده ليه يا دكتور؟ في بعض حالات الهستيريا المريض بيكذب على نفسه، يقول إنه اتعمى مثلا، فعلا ما بيشوفش لأن شاف حاجة ما كانش لازم يشوفها. ممكن يتشل أو يفقد النطق. وهو حضرتك شايف إن أنا بكذب على نفسي؟ في حالة هستيريا تانية بس دي نادرة شوية، المريض بيتقسم يبقى أكتر من شخص. يبقى بوشين يعني؟ أبعد من كده بكتير، يبقى اتنين بني آدمين في شخص واحد زيك بالظبط. أنا؟ إزاي يعني؟ لا طبعا. أنت مين دلوقتي؟ عشق ولا ملك؟ شكلك بتتفرج على أفلام كتير يا دكتور. أنا زي ما أنت قلت بالظبط، مريضة عندها مشكلة بسيطة وبس. بصي للصورة دي كده. دي صورتي. ودي برضو صورتي. بس الاتنين مش واحد. يا سلام، هو أنا لو غيرت في ستايل الميك اب واللبس شوية بقى اتنين؟ أيوة اتنين. شخصية رقيقة ومترددة ومش مايلة للمواجهة، دي غالبا ملك. شخصية عنيفة وقوية، نقدر نقول صراعية، ومايلة للانتقام، أكيد دي عشق. شكلك مش طبيعي النهاردة يا دكتور، عن إذنك. لو مشيت أنا مضطر أسف، أنا بلغ الدكتور عاصم. واضح إن أنت اللي محتاج دكتور نفسي مش أنا. سيب البتنجان بقى، كفايه اللي قطعتيه، واشتغلي في الكوسه شويه، مش كله هيبقى بتنجان. السلام عليكم. عليكم السلام، اتاخرت ليه يا رحمه؟ يلا خش اسلقي اللحم. ما انا سلقتها من امبارح يا عم صبري، وكمان حطيتها في الثلاجه. شفتي بقى، عشان تعرفي ان شغل رحمه معانا كان مصلحه. قال ملقوش شيء يعملوه، جابوا عبدي يلطشوه. عمال تشغل في ده وايه ده، هنكفي على ده كله منين؟ والنبي ده ربنا هيكرمه اخر كار، عشان البيوت اللي مفتوحه من ورا حسه دي كلها. صح يا بنت، ربنا هيكرمه اخر كرم، اهي الحكومه جت. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عم صبري؟ اهلا وسهلا. ازيك علي بيه؟ تعالى معايا، عايزك في مشوار. تحت امرك، بس بخصوص ايه يعني؟ في واحد لازم تقابله، تعالى. استدعي يا بنت، انت كعبك محني وقدمك نحس. الراجل مستعجل. ها خلصي، اخترتي ايه، السجن والفضيحه ولا موافقه؟ الراجل هيدفع كام في الشغلانه دي؟ اهلا. طالما اتكلمت على الفلوس يبقى خلاص موافقه. مش لازم اعرف الشغلانه تستاهل ولا هوسخ ايدي على الفاضي. الراجل هيدفع 200,000 جنيه. انت تستعبط؟ ورق العربيات اللي انت جايبه يعمل مليون جنيه. خلاص نخليهم 300,000. ليه فيهم 200؟ ما ينفعش، النص بالنص. انا المسؤوليه كلها عليا، وانا كمان جايب الراجل من طرفي. يا مدام خلاص بقى، وافي بقى واتكل على الله، بارك الله فيما رزق. بس على شرط يجي قدامي ويدفع قدامي. انت مش مستأمناني بقى على كده؟ وبعدين الراجل كده ممكن يخاف. هو ده شرطي، لو كان عاجبك وعاجبه. سمعني الكلام اللي طول عمري بخاف اسمعه، يظهر اني نسيت نفسي زي ما بيقول. بت ما تخليش الكلام ده يهزك، لو كان شاف اللي احنا شفناه كان عمل اكتر من اللي بنعمله. لا الغلط غلط يا بلبلة، وانا اخترت السكة السهلة مش هختار السهل تاني. يعني انت مش هترجع لهيثم؟ لا طبعا مش هرجع، انا بالفلوس اللي ادهالي هاخد شقة ايجار جديد وهفتح محل كوافير، وانت بقى شوية بتهربي منه وتجيلي اكون انا رستقت اموري. يلا يلا بقى قومي، يلا ساعديني لم شنطي، يلا يا اختي بدل ما يكرشونا. يلا هو
عايزك تمسك نفسك يا عم صبري. دلوقتي انا هبدا طابور العرض. عايزك تتحقق كويس قوي وما تتكلمش الا لو انت متاكد. انا ظلمت زمان وخلاص. مش فارقة معايا بقى. محدش يشيل القضية دلوقتي. بس أرجوك أرجوك خليهم يدخلهم بسرعة. حامد. تمام يا باشا. ابدأ طابور العرض. حاضر يا باشا. صبري هو ده. خلاص يا عم صبري. هو ده. خلاص خرجوا حامد. خرجوا. هو ده. اهدى على صبري. فريده انت كده بتنتحري. مش هتستحملي تعيشي مع اكرم بكل وطيانه. رجوعي الاكرم ارحم من بعد بنتي عني والفضيحه. بتعملي كده مش عشان لوجي بس، انت بتعملي كده عشاني، صح يا فريده؟ منكرش ان ده جزء من تفكيري بس مش لوحدي. وانا ما ينفعش اشوفك عايشه مع الحيوان ده بسبب في داهيه المكتب. فريده انت عملت حاجات كتير قوي عشاني ومش هقبل منك تضحيات تاني. مش عشانك لوحدك يا حبيبي، وعشاني وعشان بنتي. احنا مش هينفع نعيش بفضيحه زي دي وسط الناس. انا الفضيحه عليا اهون من ان اشوفك عايشه غصب عنك بين ايدين واحدين انت بتكرهيه. جوازتي من اكرم ممكن يكون لها اخر، انما دي فضيحه هتلزق فينا وفي ولادنا العمر كله. فاهم؟ انا كارهه قلبي الوساخه. نظيفه دي ولا وسخه؟ معلش يا خالتي ما شفتهاش والله. يعني ايه ما شفتهاش؟ تعاملتي في نوادرك؟ حاول عمك صبري يمشيكي حالا من هنا. لا يا خالتي الله يخليكي بقى. طب اتفضلي روحي هاتي فوطه ونضفيها. حاضر. بلاوي بتتحدف علينا. صبري يا صبري. يو وماله ما بيردش عليا ليه؟ بنتي يا رحمه. ايوه يا خالتي. خلي بالك من محلي يا بنت، هطلع اشوف عمك صبري ماله. حاضر من عيني. بقى كده برضو يا راجل انده عليك ما تردش. ماشي يا عم. اللي اداك بوش المعلقه يدينا احنا بظهرها. 15 سنه والناس بتجري وبتعافر وبتربي ولادها وبتصلح في دنيتها، وانا مقفول على البيبان ما بعملش اي حاجه غير ان اعد بلاط السجن وحديده، وولادي مش في حضني. ما تصلي على النبي بمال. عليه الصلاة والسلام. ايه يا اخويا اللي قلب عليك القديم كده مرة واحدة؟ شفت اللي سرقني يا مبروزة؟ مسكوا اعترف. مش انا اللي سرقني. مش انا. طب يا اخويا الف بركة. انت كده رجعت صفحتك بيضة زي ما كانت. ده احنا هنعمل ليلة لأهل الله. بعد ايه؟ جنب خطرك ده مقدر ومكتوب. نفسي اشتكي يا ام بلوزه، نفسي اصرخ واقول للناس ظلمتوني. عايز اقول لهم انتوا عملتوا معايا كده ليه؟ يا ريت الدموع والعياط ترجع اللي راح، ما كنتش بطلت. انت دلوقتي كانك اتولدت من جديد. اتولدت من جديد بعد ما السجن سرق مني عمري وسابني وانا في اخر المشوار غير القوة والحلال. بس ربنا عوضك وكله هيتصلح ان شاء الله. ادي انت شفت، اول ما خطيت اول خطوه وفتحت المحل ربنا كرمك.
صعبان عليا نفسي قوي يا ام بلوزه، صعبان عليا اني ما فرحتش ببنتي. الناس كانوا بيزغرطوا لها وانا مستخبي ونايم على الارض، معرفتش احط ايدي في ايد اللي بيطلبها للجواز، حتى معرفتش اقلق عليها وهي بتولد. صعبان عليا اني ما قدرتش اشوف ياسر وهو بيتخرج ولا هو بيفرش مكتبه. كل الحاجات الحلوه اللي بتمر في حياه البني ادم عدت عليا وانا مش موجود. بس انت لسه بصحتك وعافيتك، لو قعدت تعيط على اللي راح عمرك ما هتفكر في اللي جاي. هو لسه في جاي، ما كله عدى. لا يا اخويا ما تقولش كده، لسه فاضل كتير، هتحضره هتتهنى. يلا يلا قوم صلي ركعتين لله واشكر ربنا انه ناصفك. انا فعلا هروح اصلي ركعتين بس عشان اشتكي له، هو بس اللي عنده العوض، انت اللي عندك العوض يا رب. شكرين. يا بنت وقفتي ليه؟ صعبان عليا نفسي، هل صدقت اني ممكن اعيش العشاء دي؟ هتعيشي احسن منها لما تفتحي الكوافير. بكره يا بنت نفتكر الايام دي ونضحك عليها سوا. يلا يا اختي يلا. يا اسطى على فين يا قطط؟ زيزو كنت فاكرينها تهربوا مني، كل الطرق مؤداه الى هيثم. اطلع يا سوري يا دكتور، بس انا شايفه ان اسلوب الحصار والضغط على شخص ممكن ما يرجعش تاني ده مش صح. بس انا براهن على رغبه ملك في العلاج واحساسها بمشكلتها. ما تنساش عشق، ولاحظ ان هي الاقوى، يعني هي اللي مسيطره تقريبا. انا مختلف معاك يا دكتوره، ملك هي الشخصيه الاقوى لانها الشخصيه الاصليه. ضعف ملك هو اللي خلى عشق تظهر، وخلي بالك عشق عارفه كل حاجه عن ملك وملك لا، يعني حتى لما بتبقى ملك مسيطره بتبقى عشق موجوده وسامعه وشايفه. تقصدي ايه؟ ملك مش ترجع تاني؟ انا متاكده انها مش هترجع، علشان كده لازم نبلغ اهلها لانها محتاجه مراقبه، وده مش هيحصل غير في المستشفى. ادخل. موجودة عايزة تقابل حضرتك بس هي ما خدتش معانا. خليها تدخل. ايه رأيك يا دكتورة؟ كسبت الرهان ورأيي طلع هو الصح. عندك حق، بس المهم تعرف هي رجعت ليه. ادخل. اهلا يا ملك، كنت متأكد انك هترجعي. نسيت اعرفك، دكتورة نادين زميلتي الأنسة ملك الإعلامية الشهيرة، صديقة عزيزة. أهلا وسهلا. طيب أستأذن أنا يا دكتور، فرصة سعيدة يا مدام ملك. هي دكتورة نادين تعرف حالتي؟ لا طبعا، هي زميلتي في العيادة بس ملهاش علاقة بأصدقائي. أصلي حسيت إنها تعرفني، خصوصا إنها قالت لي يا مدام مع إني مش لابسة دبلة. وعاطف اعترف إن اللي دله على المصلحة دي خالكو صادق اللي كان بيشتغل مع باباكو في الجامعة. خالي صادق؟ ده كان أكتر واحد بيتكلم عن بابا ويقول إنه حرامي، ومهما سمعني كلام كنتش بقدر أستحمله. تاريخ كان بيكرهه، وهو اللي رفع لماما قضية الطلاق، وهي كانت بتسمع كلامه عشان ساعتها كان بيصرف علينا. كان بيصرف علينا من فلوس اللي سرقها من أبونا 5 سنين، وقال لها ما حلتيش حاجة، أنا اللي معايا على قد بيتي وولادي.
الله يسامحه بقى على اللي عملوا فينا. انا كده دوري انتهى، اللي جاي بقى دوركم انتوا. احنا نقدر نعمل له ايه بعد عمره اللي ضاع؟ تروحوا له تقولوا له احنا اسفين، احنا ظلمناك. اي كلام ملوش معنى، انا ظلمته قوي. ما تقسيش على نفسك قوي يا فريده، انت برضو كنتي معذوره. معذوره؟ الراجل اللي حبيته طلع هو الحرامي، وابويا اللي كنت بكرهه طلع هو المظلوم. ما تفكريش في اللي فات، فكري ازاي تعوضيه في اللي جاي. تفتكر ينفع؟ عم صبري الراجل طيب، قلبه كان مفتوح لكم وانتوا ظالمينه، يبقى مش هيسامحكم وانتوا عارفين انه بريء. في حاجات ما اعرفهاش عن نفسي، وحاجات كتير كتير قوي. انا ساعات كنت بقابل ناس بيعاملوني على انهم يعرفوني، وانا ولا فاكراهم، معرفهمش اصلا. فاكره اول مره ده حصل امتى؟ ايوه فاكره، كنا في رحله مع المدرسه، كنا رايحين مصر القديمه، واحنا قدام بوابه النصر جه ولد قدامي ورده، البنات قعدوا يتريقوا، أنا في الأول كنت فاكرة معجب، بعد كده فوجئت بيه بيقولي مش هتسامحيني بقى، وبيعيط. وانتي اتصرفتي ازاي؟ هربت، سبت الرحلة كلها ورحت قعدت في الباص. بس الغريبة إن بقيت اليوم كله الولد فضل واقف جنب الباص وعينيه مليانة دموع. طب وانتي كنتي حاسة بإيه؟ كنت متضايقة طبعا، بس اتلهيت أكتر في تعليقات البنات، كسفوني. طب ده بيحصل لما تكوني في مكان متعودة عليه؟ لا، بيحصل أكتر في الأماكن الغريبة عني. طب الموقف ده يعني اتكرر كتير؟ في الأول كان نادر، وفضل يزيد بعد كده لدرجة خلتني أحس إن في حاجة غريبة. طيب في محيطك المعتاد مكانش بيحصل حاجة؟ ساعات كانت ماما بتكلمني على حاجات إني عملتها، وأنا ما عملتهاش أصلاً ولا فاكراها. مرة طلبوا مني البحث في الجامعة، أنا ما كنتش حابة الموضوع بتاعه، فقعدت أجله كتير لغاية ما رحت كتبته وسلمته للدكتور. لقيت الدكتور بيقول لي ما أنت قدمتيه من بدري، لدرجة إني ما صدقتوش وطلبت أشوف البحث. طلع إني فعلا عاملاه، وأنا ما أعرفش عنه حاجة. واضح إن هاشي موجودة من بدري أوي. ده أنا بقى الدكتورة زميلتك سلمت عليا، ولقيتها شكلها تعرفني قوي كده، قلت يبقى أكيد قابلت عيشة. طب قولي لي الحكاية دي بتزيد ولا بتقل؟ للأسف بتزيد. علاقتك بالناس بس هي اللافتة نظرك، ولا ساعات بتحسي إنك غبتي وإنت لوحدك؟ لا، ساعات بتحصل لي وانا لوحدي، يعني مثلا تبقى الساعة 5 فجأة الاقيها بقت 8 وانا معرفش حاجة عن التلات ساعات دول، ولا فاكرة اي حاجة حصلت فيهم. طب ايه اطول فترة مش فاكراها؟ يعني مثلا ساعات، شهور، ايام؟ غالبا بتبقى ساعات، قليل قوي يعني لما وصلت ليوم. طب أول حاجة بتفتكريها إيه لما بتفوقي أو بترجعي من حالة النسيان دي؟ الصداع،
أولها وآخرها دايما صداع، صداع جامد قوي، ومببقاش مستحملها لا الأصوات العالية ولا الإضاءة. طيب بعد الصداع بتحسي بإيه؟ بحس بخوف. بحس إني عملت حاجة غلط. طيب آخر مرة حسيتي بالذنب كان إمتى؟ أما حاولت أنتحر. أفهم من كده إن محاولة الإنتحار دي ما كانتش بسبب الموقف اللي حصل من أمك وخالتك؟ كان بسبب حاجة تانية. ساعتها حسيت ان العذاب ده لازم يبقى له اخر بقى. طلعت على الشاليه بتاعنا في السخنه وانتحرت. طب ليه ما حاولتيش ترجعي وتعرفي الشقه دي بتاعت مين؟ وانت كنت فيها ليه؟ خفت. خفت اعرف. طب ليه ما قلتيش لبابا او ماما؟ طول الوقت كان في حاجه بتمنعني. ساعات الاحساس بالذنب. ساعات كنت بخاف يقولوا عليا مجنونة. دكتور هشام، ممكن توعدني اللي قلته لك النهارده ده مش هيخرج بينا؟ طول ما انت مواظبة على الجلسات والعلاج ده سر بيني وبينك. على فكرة ده حقك الإنساني والقانوني. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب كفاية بقى كده النهارده. على فكرة دي أهم جلسة علاج ليك يا ملك. ولا تحب أقول لك يا عيشة؟ ملك؟ أنا ملك؟